هلا مشاهدينا رح ننتقل لمحطتنا التالية لنتعرف على أكلة من موروثنا الشعبي الشنكليش، كيف طريقة عمله وتفاصيل أكثر بتقرير مراسلنا من حمص نيبال إبراهيم. الشنكليش هو نوع من الأجبان أو الألبان المعتقة، ويعتبر أحد أهم المقبلات السورية، وهي كلمة إغريقية أو فارسية تستخدم في بلاد الشام وتعني المشهيات أو المقبلات. ومع أم باسل تكتمل تفاصيل صناعة هذه الأكلة ومراحلها التي تحمل عبق مدينة حمص. هاي الأكلة اسمها شنكليش عنا، نحن بحمص ما في بيت بيخلى منها. هاي بنعملها دائما، يعني سفرة الفطور عنا دائما مشهورة فيها. فينا ناكلها بأي طريقة، يعني أكثر من طريقة، فينا ناكلها مع زبدي، فينا ناكلها مع زيت، فينا نحطها مع بندورة بصلي بيصير اسمها يسوركي، كتير أكلة طيبة كمان. حريصين جدا على الحفاظ على الثروة الحيوانية ذات القيمة العالية في المحافظة، وبالأخص المنتجات الحيوانية وخاصة الشنكليش الذي يعتبر ذات قيمة تراثية عالية بالنسبة للمحافظة، وهذا ما يميز محافظة حمص في التراث الشعبي. يعتبر الشنكليش أو السركي إحدى أهم الأكلات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال لأهالي حمص، ومن أهم الأصناف التي تتواجد على موائد إفطارهم.